ومتابعة للتطورات الميدانية وآخر المواقف الروسية، معنا من موسكو مراسلتنا أريج محمد. أريج، استهداف جديد من قبل القوات الروسية للمنظومة الأمريكية الصاروخية هاي مارس، هذه المرة في خميلنيتسكي، إضافة إلى العديد من المواقف الروسية المتصلة بعملية الاستخبارات الأوكرانية، استخبارات ناتو والاستخبارات البريطانية ضد القوات الروسية. نعم روبير، تماما. وزارة الدفاع الروسية كما ذكرت اليوم وفي أحدث بياناتها تتحدث عن استهداف طال مقاطعة خميلنيتسكي في غرب أوكرانيا قرب مدينة فينيتس ومقاطعة فينيتس طبعا والفوف ليست ببعيدة عنها، واستهدف الجيش الروسي من خلال ضربات عالية الدقة كما يسميها إيغور كناشنكوف المتحدث باسم الوزارة الروسية تجمعات ومستودعات لذخيرة والصواريخ لمنظومات أمريكية الصنع من طراز هايمرس، وهي المنظومة التي تدأب روسيا والقوات الحليفة والمتضامنة معها في الأراضي الأوكرانية مؤخرا على استهدافها، ولا سيما وأنها تتهم استخدام هذه القوات الأوكرانية التي تستخدم هذه المنظومة بشكل متزايد وكثيف في الفترة الأخيرة باستهداف المواقع السكنية كما تقول في مقاطعة دانيتسك وفي بعض المناطق من مقاطعة لوغانسك التي أعلنت إحكام سيطرتها عليها في فترة سابقة، ومن بين ذلك طبعا استهداف بلدة روبيجنا وألتشيفسك في مقاطعة لوغانسك المذكورة منذ قليل، بالإضافة إلى حديث القوات الرديفة لروسيا في مقاطعة دانيتسك عن إصابة هذه المقاطعة في مناطق متفرقة، ولا سيما المدينة التي تعتبر عاصمة هذه المقاطعة دانيتسك مواقع سكنية فيها بعشرات القذائف المنطلقة من الجانب الأوكراني والمدعمة حاليا بتوريدات الأسلحة غربية الصنع التي تصل الجانب الأوكراني. على صعيد متصل أيضا في زاباروجيا وفي خرسون، هذه المقاطعتين أو مناطق من هذه المقاطعات التي باتت تحت سيطرة القوات الروسية والقوات الرديفة، معها طبعا كان هناك محاولات أوكرانية مستميتة وتتواصل هذه المحاولات لاسترجاع بعض المواقع الاستراتيجية بطبيعة الحال. تتحدث مواقع روسية عن 3 طائرات مسيرة تم تسييرها في زاباروجيا لاستهداف مواقع تخزين المياه فيها. وفيما يتعلق بخرسون كنت قد ذكرت في المقدمة عن محاولات عسكرية وحربية أوكرانية لاستعادة بعض المواقع والاستماتة في استهداف الجسر الاستراتيجي المدعو باسم أنتونوفسكي فوق نهر دنيبرو. مباشرة من العاصمة الروسية موسكو الزميلة أريج محمد وكل هذه المعلومات.